سمعنا يوم سمير. نبغى منك وش قاعده انت تسوين وش الاشياء اللي انت قاعده تسوينها؟ الله يسعدك. والله قاعده اسف الخوص، طبعا هذا اللي معي الحين المروحه، هذه البدايه. بسم الله. من سعف النخل صح؟ من سعف النخل، كله من هالجريده، هذه جريده النخله. نقصها من النخله وبعدين نبرشها. ايوه بعد ما نبرشها طبعا ننشفها، تقعد من 10 الى 15 يوم. هذا من قلب النخله شايفه، لان قلب النخله سبحان الله ابيض، فالمراوح عندك والسفار هذه كلها من قلب النخله، والجريد هذا الاخضر نسوي منها الفرشه اللي هي نحن الناس نقول لها خصفه، اللي قلها البساط. هذه البدايه طبعا حقت الخصفه اللي هو الحصير. الحصير ايوه، كل واحد له مسمى. ام والمروحه طبعا تختلف بدايتها، وزي ما تشوفين هذه السفر، هذه نقشات من اول، هذه السفرة، هذه سفرة، هذه الأساس عندنا السفرة، وهذه للعروس بالذات، سر غرفة العروس تكون كلها من هذا الشكل. جميل الله يعطيك. وطبعا يصلحون منها مقاسات كبار تعرفين، بس للصواني. حبيت أم سمير، أنا أشوف ما شاء الله الشغلات اللي معك أغلبها خوص وملون فيها، كيف تلونينها؟ كيف طريقة التلوين؟ التلوين طبعا تجيبين القدر حق الذبيحة، تعبينه مويه، تحطين صبغ اللون اللي انت تبغين تصبغينه، تحطين ازرق، تخلين المويه يغلي، وبعدين تحطين فيه الصبغ وتخلينه يطبخ شوي، وبعدين تحطين فيه الخوص. طبعا يكون الخوص ناشف، ما يكون رطب. وعندك اللون الاصفر اللي هو طبيعي، كركم، من الكركم وقشر الرمان. طيب ام سمير، هل هي هوايه او حرفه انت تعلمتيها من الاجداد؟ لا والله وراثه، وراثة من الأجداد، من الأجداد ثم الأمهات، الحمد لله أخذنا وراثة، ما تعلمناها طبعا دراسة أو ذا، لا هواية وحرفة من الأجداد. وتعرفين أيام زمان كان الخوص طبعا ما فيه، يا زمان تقلين أكياس نايلو تروحين تقضين البقالة أو تشيلين شيء، الزنابيل أول زي ما الحين عم قلتيها طوال السلات زي ما تقلين، هنا حقة الخبز، هنا عندك المجلاد، يا التمر اول كانوا يحطونه. هذه كانوا يحطون فيها التمر اول. ايوه مجلاد، يقول له المجلاد. طبعا يروحون يجيبون الخبز. وش تسمى يا ام سمير حقة التمر اللي يحطون فيها التمر، شو تسمونها؟ القفة، هذه هي القفة. ليش؟ القفة. القلة. القلة اي. ايوه. حقة التمر ايوه، الناس يقول لها القلة واحنا نقول لها المجلاد. يعني كل يعني اسم سبحان الله. والقفه هذه طبعا هذه شيء اساسي عندهم بدل الكيس، ايام زمان ما في اكياس. ايه القفه هذه، طبعا القفه مقاسات. وهذا اللي معك المخرف اللي ها؟ هذا المخرف اللي يرقون فيه في النخل ويجمع. ايوه هذا المخرف طبعا، يكون زبيل، الناس تقول له زبيل، الناس يقول له الكاشون، وناس كل واحد له اسم. يخرفون فيه التمر ويشيلون فيه كل شيء. وهذه طبعا لا جو يشتغلون، عبوها تمر، تمر اللي مع السويق او مع الدقيق او مع الشعير ومع السمن، ويحطونه فيها طبعا ويشتغلون وشايلين فيها كل اغراضهم. وبرضه يصلح لك مقاسات كبيره، لما ينشفون اللحم وينشفون الخضار يحطونه فيها، يوم يجي وقت الاضحى ينشفون اللحم ويعلقونه طبعا. يعني كانوا يسوون منها زي الحافظات، زي الحافظات، حفظ الاكل وحفظ الاكل طبعا، ان زي ما تقولين الشعير لما يشتغلون في المزارع يشيلون فيها. بحكم النت خبيره في ذا الاشياء، هل الاشياء اللي تجي بالسلال اللي منخوص او حقه التمر او تكون مثلا بارده على الاشياء اللي تجي فيها وما تخرب؟ يا ام سمير؟ نعم. بحكم انك انت خبيره في الخوص، ايوه، وتعرفين الجوده، اذا جبت مثلا سلال وحطيت فيها اكل
أول يعني ما أبغى أدخلها في الثلاجة، يعني حطيتها بالسلة هذه. أيوة. هل تكسب برودة مثلاً وما يخرب الشيء فيها؟ طبعاً كانوا يعتمدون عليها أكثر. كانوا يعتمدون عليها أكثر لأنها أفضل. لو تحطينها في الكيس النايلو لجب من بكرة تحصينه معفن سبحان الله وناش ويعني حتى شكله مو طبيعي، لكن في سبحان الله في الخوص يبقى زي ما كان ما يتغير سبحان الله. الله يسعدك. أمين يا رب يسعدك. مرة جزاكم الله خير. أيوه.